لرصد تفاعلات إعدام باسل خرطبي الصفدي سينضم إلينا الآن مباشرة عبر سكايب من باريس المتحدثة باسم حملة فري باسل دانا ترومتر، ومن استوديوهاتنا في بيروت جاد شحرور الناطق الرسمي باسم مؤسسة سمير قصير والمتخصص أيضا في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من متابعي قضية باسل صفدي. أهلا بكما معنا اليوم في بيلينك. البداية ستكون معك جاد، يعني كيف تفاعلتم مع أنباء إعدام مهندس البرمجيات البارز باسل صفدي من قبل السلطات السورية حسب ما أكدت زوجته؟ في طبعا ما هو تعليقك؟ للأسف لا جديد في تصرفات النظام السوري تجاه المطالبين بالحرية والناشطين والمدافعين عن حرية التعبير، لكن الفاجعة هو استشهاد باسل. الخسارة هو أن لا يكون هناك أمثال لباسل بعد اليوم. باسل لم يكن فقط ناشطا سلميا عارض القمع في سوريا، ولكن كان مساهما في تطور الحريات في العالم العربي، كما أشار تقريركم أنه يعني بشهادة منظمات عالمية قالت ما هي أهمية باسل للعالم العربي وللإنترنت بشكل عام. نعم جاد، يعني إذا كان التزام باسل خرطبيل بالنضال من أجل إنترنت حر قد قاده خلف قضبان السجن لسنوات ثم الإعدام، هل يمكن أن يحد هذا برأيك من حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالعكس، هو حافز لنا أن نكمل مسيرة باسل، هو عامل يشجعنا على أن نكون شرسين أكثر في هذه المعركة، أن ندافع عن حريتنا، أن ندافع عن حرية الشعب السوري وحرية كل شعب يعاني من نظام قمعي واستبدادي. نعم، سأنتقل الآن إلى باريس للقاء المتحدثة باسم حملة فري باسل دانا ترومتر. دانا، يعني كيف أسهمت تجربة الراحل باسل برأيك في أحداث حراك في لغة وأهداف مواقع السوشيال ميديا؟ أول شيء بحب على السريع أعطي يعني أحر تعزية لعائلة باسل ومرته، لأنه هذا الخبر هزنا كلنا، ما كنا منتظرينه. يعني أوكي، قلنا بعد سنتين ما سمعنا شيء معقول نسمع هيك خبر، بس لما تسمعوا الواقع غير عليك. هلأ مشان السوشيال ميديا، باسل خرطبيل إنسان من كتير القليل بسوريا اللي كانوا يسافروا كتير، وكان يعيش بسنغابور، فكان كتير يسافر ويشتغل بالأوبن سورس بالأوبن ويب، وكان يعني مدير بالمشاع الإبداعي اللي هو كرياتيف كومنز، يلي حصلوا لباسل يتعرف على كتير ناس، مش كتير، ألاف الناس. يعني لحالة حملة باسل فيها فوق 2000 متطوع لحالهم بيشتغلوا. فاللي عم جرب قوله إنه السوشيال ميديا وشغله لباسل قد ما كان قوي قبل ما يعتقل، صار بس أوكي يعني العالم تحكينا وتقلنا نحن تحت أمركم، شو بدكم نعمل من ترجمات للحملة للشغل. يعني الضجة اللي عم تصير على السوشيال ميديا ماشي حد اللي بس اللي عمله لكتير سوريين. نعم، يعني دانا اليوم، ولكن يعني بعد هالمصير المحزن الذي كان بانتظار باسل، كيف يعكس تعرض حرية التعبير للخطر الدائم في سوريا؟ يعني أنا بفتكر باسل عن جد عطى حياته يعني عطى حياته لشغله، بس كمان مات وأنقذ كتير 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 سوريين غيره. يعني باسل لما اعتقل، أكيد باسل يعني أنا بعرف من باسل ما بحياته حكى عن حدا، وطلع كتير ناشطين سياسيين وسلميين يعني ناشطين إنترنت برات سوريا قبل ما ينكمشوا، وراح هو فيها. يعني هيدا لحاله بكفي، بقول لك كثير. نعم، فعطى حياته لكثير كثير ناس ثانيين، خليهم يعيشوا وهو يروح. كيف تقومون اليوم بتوثيق انتهاكات حرية التعبير في الشام تحديدا، رغم انكم لا تستطيعون الدخول دخول سوريا، وما دور مواقع التواصل في كشف الغطاء عن هذه الانتهاكات؟ خليني انا بس افسر لك شغله. نحن حملة باسل هي بس عن باسل خرطبيل، وما فتنا ولا مرة بالسياسة،
ولا فتنا ولا خدنا اي شيء عن توثيق معتقلين او حكينا عن اي معتقل ثاني، ولا مره فتحنا ولا باب على شيء خصو لا بالسياسي ولا بالمعتقلين. مزبوط باسل كان كثير يهمه المعتقلين، متزوج محاميه بتدافع عن المعتقلين وبعدها تحت يعني عايشه بالنظام بسوريا. نورا انا بحييها وبحيي شجاعتها انها بعدها تحت وبعدها قاعده تحت وما بتترك لانه جوزها تحت. نعم. فنحن حمله باسل هي حمله فنيه، حمله توعويه يعني بس للتوعيه لقصه باسل، لقصه كثير غيره بلا اسماء. نعم. يعني باسل نحن كبرناه لنخلي نقول انه في كثير ناس ثانيه ما عندها لا اسم ولا رقم واهلها ما بتعرف وينهم. نعم، سانتقل مره جديده لنعمل فكره ثانيه. نعم، سانتقل مره جديده الى بيروت للقاء جاد شحرور الناطق الرسمي باسم مؤسسه سمير قصير. يعني جاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه الازمات السياسيه والامنيه بشكل عام في المنطقه العربيه، ما هي التداعيات على حريه الراي والتعبير خصوصا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؟ للأسف مساحة التعبير عن الرأي تضيق شيئا فشيئا بالوقت الذي تزداد مساحة القمع في العالم العربي، وخصوصا في نطاق التعبير عن الرأي السياسي، وهذا ما نشهده مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من انتهاكات للحقوق الرقمية إذا صح التعبير. سأعطي مثلا عن بيروت، أنه خلال عام واحد من العام 2016 للعام 2017 هناك 27 انتهاك للحقوق الرقمية، أي أن هناك 27 قصة تروي أحداث أشخاص قاموا بالتعبير عن رأيهم السياسي أو الاجتماعي والثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعتقالهم، ولليوم ما زالوا يواجهون القضاء اللبناني. نعم. وبالعودة يعني جاءت تحديدا لموضوع باسل، اشتهر باسل صفدي على نطاق واسع في أوساط ما يعرف بالإنترنت الحر والذي يدعو إلى الاستخدام غير المقيد للشبكة العنكبوتية. ماذا خسرت الحريات برحيله؟ لمين السؤال؟ جاد بصراحة عفوا، صراحة يعني هذا العالم التقني خسر شابا طموحا أراد أن يصل العالم العربي وخصوصا الشباب بهذه الشبكة بطريقة أفضل، أن يعزز علاقة الشعب مع هذه الأداة الرقمية لكي يعبروا عن آرائهم. للأسف خسرنا باسل، ولكن الهدف الحالي هو أن نحاول أن نكمل مسيرة باسل. نعم. أن ندعم الأشخاص التقنيين والتكنولوجيين في هذا المجال لتكملة المسيرة. نعم. دانا، بما تبقى لدي من وقت أقل من دقيقة، حدثيني عن دور صفدي في مشاريع تتعلق بالمصدر المفتوح كموزيلا فايرفوكس وويكيبيديا باختصار شديد لو سمحتي، ومعك سأختم هذا اللقاء، تفضلي. أهم شيء بدي أقول لك إياه عن باسل الصفدي إنه هو من أهم الناس يلي بلشوا يركبوا بالميرا ب3D بثلاثية الأبعاد على الأوبن سورس ويعمر تدمر قبل ما يكونوا فجروه الدولة الإسلامية داعش. فاللي بدي أجرب أقول لك إياه، لما كان هو عم بيعمر تدمر كانت ناس عم تحطه بالحبس وعم بتفجر. للأسف أكيد. من بيروت، جاد شحرور الناطق الرسمي باسم مؤسسة سمير قصير متخصص في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن باريس المتحدثة باسم حملة فري باسل دانا ترومتر، شكرا جزيلا لكما على هذه المداخلة القيمة معنا اليوم في بيلينك. شكرا جزيلا، وبهذا نأتي مشاهدينا على ختام عدد اليوم من بيلينك. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
لم يكن طريقه في عالم الفن ممهدا، لكنه نجح في فرض موهبته. هو المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد، نتابع حديثه لليوم. يلي كلام في الغزل لذيذ وينقطع عسل من اين له هذا الكلام. معنا الفنان فؤاد عبد الواحد. فؤاد، اهلا ومرحبا بك معنا في برنامج اليوم على الحره. اهلا وسهلا فيكم. فؤاد، من 2010 لحد الآن بعد ما حصلت على لقب نجم الخليج، كيف تشوف هاي المسيرة؟ أنتوا قاعدين ترجعون البدايات الحلوة. خلينا نرجع بعد برامج. خل أقول لك، لازل من بعد البرنامج لين اليوم قاعدة أتعلم. الفن عبارة عن مدرسة وكفاح، بس حاب إني أقول شيء للناس أو لكل مبدع عنده شيء. النجاح الحقيقي اللي يقاس لك أنت مو في البرنامج، بعد البرنامج. فهالمرحلة كانت يعني جميلة وفيها صعوبات وفيها خلينا نقول خيبة أمل، فيها نجاح، فيها يعني حققت أهداف الحمد لله، يعني فخور فيها. ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام الناس، ما كنا درينا. فؤاد، شو قصة تلقين القيد بالجامعة من جهة شاركت بنجم الخليج؟ كيف؟ سمعنا أنه قيدك اترقن. ما شاء الله عندكم المعلومة السرية هذه. لا صح، أنا كان عندي خيارين، يا أروح أشارك في البرنامج يا أكمل.